قابل بيكي في محضر رسمي ان انتي بتتخلفي عن مواعيد التصوير وان انتي بتقدمي اعتذارات كتير؟ خالص خالص، انا كلموني كتير بس انا مش، انا مفيش الكلام ده. انا بالعكس، انا سنرجي كنت هعمل معاه كذا مسلسل، ومن ضمنهم مسلسل عمرو دياب وعادل امام في اللي فات اللي هو بتاع الشهرة وصاحب السعادة، كنت هبقى فيهم وما حصلش نصيب معاهم. لكن انا سنرجي بالعكس، انا بحب الشركة دي جدا جدا، وبحب تامر مرسي جدا، وبحب هاني كشكوش. ده الناس كلهم بالعكس، ده هم اقرب يعني كشركة اقرب ناس ليا. هو حصل خلاف في حاجات بسيطة لكن مش، ما توصلش المحضر يعني، يعني لا خالص خالص بالعكس. انت حاولتي تتصلي بيه مثلا او تعرفي حقيقة الموضوع دوت، او ان انت تجدي حل ويدي؟ لا انا ما اعرفش، انا يعني لسه عارفه منك حالا، وعرفت من ساعه برضو ان في ناس كلمتني، بس انا افتكرت ان هما في تحوير بيحصل فانا ما ركزتش في ده. بس لما انت قلتي لي برضو لقيت الموضوع فعلا ده منتشر اكتر، بس هبتدي اكلم اكيد، لان انا مش حابه ان ده يحصل يعني. يعني ليه اصلا يعني؟ ما فيش حصل حاجه، ما حصلش حاجه كبيره لدرجه ان يبقى في محضر يعني. يعني دي ما يعني انت بتلتزمي مواعيد التصوير ولا المواعيد متلخبطه مع بعض كونك ان انت بتصوري اكيد؟ عندك لا وقت؟ لا لا اكيد. وبعدين مولانا العاشق كان هو الاول، قصدي حواري بخارست انا ماضيه الاول قبل مولانا العاشق. فبس هما يعني انا بنسق ده مع ده، يعني مخرج منفذ بينسق مع حواري بخارست هنا، فما فيش اي ازمات في ده. وده كان في سفر كمان وفي حاجات، فالموضوع ما فيهوش خالص الكلام ده يعني. تقولي ايه للناس اللي هتتابعك في رمضان ومن خلال وشوشة؟ اقول لهم يا رب اعجبكم في رمضان اللي جاي ده، وادواري تعجبكم. وانا يا جماعه ماليش اي علاقه بالحاجات اللي بتحصل على الفيسبوك، لان الموضوع ده مضايقني جدا. انا ماليش اي حاجه على الفيسبوك، ولا بيدجيت ولا بروفايل ولا اي حاجه. وان شاء الله ان شاء الله هعجبكم في رمضان اللي جاي. وشوشه، الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوادي. www.washwasha.org